حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نخصص هذه الحلقة لمناقشة المستجدات الميدانية والعسكرية في جبهة نهم وما يثار من حديث حول بطء هذه العمليات وتأخر الحسم في هذه الجبهة. تشهد عدد من المناطق في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا، حيث قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تخوض معارك عنيفة مع الميليشيا في نهم شرق صنعاء. وأوضح المركز الإعلامي أيضا أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على منطقة بني بارق والديح خلال المعارك الأخيرة. مصادر ميدانية قالت إن التقدم المصحوب بغطاء جوي من قبل طائرات التحالف العربي لا يزال مستمر في العديد من الجبهات وسط استماتة كبيرة من الميليشيا التي سقط العديد من عناصرها خلال المعارك. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: المحور الأول عن التطورات الميدانية على الأرض وإمكانية إحراز تقدم كبير خلال الفترة المقبلة، والمحور الثاني سيكون عن أسباب البطء الشديد في التقدم الذي يصاحب المعارك هناك. نبدأ هذه الحلقة بهذا التقرير حول الموضوع للزميل ماهر أبو المجد. في نهم تخوض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معارك لا تبدو سهلة بالنظر إلى طبيعة الجغرافيا شديدة العورة، حيث يعد التقدم هنا دليلاً على عزيمة وثبات المقاتلين في هذه الجبهة الصعبة وفق المقاييس العسكرية وضراوة القتال الدائر منذ أشهر. وهذا ما يجعل من مهمة التقدم باتجاه العاصمة صنعاء تبدو بطيئة نسبياً كما يرى البعض. هذا القول هو نفسه أيضاً ما يؤكده الفعل على الميدان، فالتقدم لمنطقة جديدة لا يأتي بسهولة ويستلزم معركة أقل ما يمكن القول عليها شرسة وتستلزم تضحيات كبيرة، وذلك ما حدث في سيطرة قوات الجيش على منطقة بني بارق التي احتاجت لمعركة عنيفة امتدت لأيام. مصادر ميدانية قالت إن التقدم المصحوب بغطاء جوي من قبل طائرات التحالف العربي لا يزال مستمرا، خصوصا وأن الميليشيا تستميت في الدفاع عن مواقعها بعد أن أصبحت قوات الجيش على مشارف العاصمة وقيامها فعليا باستهداف مواقع داخل الحزام الأمني لصنعاء. نظريا تبدو العاصمة صنعاء قريبة وعلى بعد قذيفة مدفع ربما، لكن مصير المعركة لا يؤخذ بالمسافة بل بحجم الصعوبات الميدانية والجغرافية التي تواجه طلائع الجيش الوطني هناك، وهو ما يجعل من مستقبل المعركة مرهونا بإمكانية ونوعية ما يمكن أن يفعله المقاتلون للتغلب على تلك المعوقات. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع عبد الله الشندقي المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء. أهلا بك أخي عبد الله. مرحبا مرحبا أخي العزيز. إذن حديث عن معارك عنيفة وشرسة في جبهة نهم اليوم، بالنسبة لكم كيف تبدو هذه المعارك؟ ولو تجمل لنا آخر التطورات الميدانية هناك في نهم، هل ما زالت المعارك مستمرة وهل تمكنتم من السيطرة على مواقع جديدة؟ التحية لك أخي العزيز ولمشاهدي قناة بلقيس الفضائية. طبعا تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم بعد معارك شرسة دارت اليوم منذ ساعات الصباح الأولى من السيطرة على قرية المبدعة وعلى جبال بني بارك، الجبال المطلة على المنطقة. وقبلها خلال 48 ساعة الماضية تمكن الجيش والمقاومة أيضا من السيطرة على منطقة بران على المستوصف والمدرسة وأيضا السوق. والمعركة اليوم تدور في داخل يعني بداية بني بارك، تمت السيطرة على ما ذكرت لك على قرية المبدعة وجبال بني بارك. كانت هناك خسائر كبيرة للميليشيات. طيران التحالف العربي يسند الجيش الوطني والمقاومة الشعبية له دور كبير في حسم المعركة. تم استهداف يعني الأربعة أطقم كانت محملة بالأفراد الميليشيات وأيضا الأسلحة وتدميرها، كما تم تدمير أيضا من قبل طيران التحالف ثلاث مدرعات للميليشيات، وتم ايضا استهداف مخزن للاسلحه بقبل طيران التحالف العربي واستهداف مواقع وتجمعات. فيما تمكن الجيش من السيطره على هذه المناطق، لا تزال المعارك الان مستمره الى هذه اللحظه التي حدث فيها. هنالك ما يعني اكثر من 19 قتيلا من ميليشيات الحوثي وعشرات الجرحى، فيما ثلاثه شهداء من المقاومه والجيش الوطني
يعني عدد من الجرحى. المعركة لا تزال إلى هذه اللحظة. إذن الأرقام تنبع عن أهمية هذه المعركة. طيب، أهمية المواقع التي تمكنتم من السيطرة عليها في سير المعركة، هل هي مواقع مهمة واستراتيجية؟ طبعا يعني أي موقع يتم السيطرة عليه سواء جبل أو قرية أو تبة سيكون لها بلا شك الأثر الكبير في سير المعارك القادمة اليوم، ونحن يعني عازمين على تحرير ما تبقى من مديريتهم. أي يعني موقع عسكري أو قرية أو منطقة يتم تحريرها سيكون لها دور كبير وفاعل في حسم المعركة في الأيام القادمة. بالنسبة لما تم السيطرة عليه له دور كبير في سير المعارك القادمة. كل المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات ويتم تحرير جزء منها سيكون لها دور كبير وفاعل في المعركة. لدينا الآن أكثر من 70% من المواقع الاستراتيجية التي تم تحريرها لا يعني لم يتبقى بأيدي الميليشيات داخل مديرية نهم من المواقع الاستراتيجية، غير بعض الأماكن التي ليست لها أهمية، لكن المواقع الاستراتيجية كجبال الفرضة و هل ما تبقى من مواقع استراتيجية في حوزة الميليشيا هل هي أهداف حالية لكم الآن، وهل أنتم قادرون على الحسم والتمكن منها؟ نعم أخي الكريم، نحن هدفنا تلك المواقع التي تبقى منها نسبة 30% بيد الميليشيات سيتم تحريرها، هي الهدف القادم لتحريرها من قبل الجيش الوطني والمقاومة. طيب، الشعبية. نعود إلى ما كان يثار في جبهة نهم، وبخصوص جبهة نهم خلال الأيام الماضية كان هناك حديث عن بطء في التقدم في الجبهة، عن حالة استرخاء ربما في جبهة نهم، ما هي الأسباب؟ وهل لعودة المواجهات والتقدم من جديد هل له علاقة بالتطورات السياسية الآن؟ طبعا أخي الكريم، لم تتوقف المعارك في نهم إلا عندما أراد لها المجتمع الدولي أن تتوقف المعارك في مديرية نهم صنعاء، جبهة نهم صنعاء لا زالت مستمرة منذ أن دخلت قوات الشرعية إلى هذه المديرية التي هي أولى مديرية صنعاء. لم تتوقف المعارك إلا حينما وصلنا إلى جبال الفرضة وتم السيطرة عليها وعلى معسكر الفرضة وعلى جبل يعني الجبال المطلة والهامة. طيب، عندما أدرك أخي عبد الله، عندما تتحدث وتقول أن توقفت جبهة نهم وتوقفت المعارك عندما أراد المجتمع الدولي ذلك وضغط لإيقافها، هل يفهم من عودة المواجهة الآن أنه هناك ضوء أعطي لكم بالتقدم مرة أخرى؟ لا، أنا أقصد أخي الكريم، توقفت المعارك حينما فرض على الشرعية الهدنة. عندما يعني انهارت ميليشيات الحوثي وصالح جاءت مفاوضات جنيف ونواتور، ثم جاءت مفاوضات الكويت وهدنة الكويت، توقفنا لثلاثة أشهر متتالية. هذا التوقف الذي كان بعد انطلاقة كبيرة وقرب من العاصمة صنعاء كان له دور كبير وأثر بالغ في إعادة تموضع الميليشيات وترتيب صفوفها وإدخال أسلحة جديدة. كان له دور أيضا في تأخر تقدم المقاومة والجيش الوطني. أيضا السبب الآخر للبطء في هذه المعارك كان التلغيم الذي زرعته هذه الميليشيات. أخي الكريم، لم تبقي هذه الميليشيات شبر واحد داخل المديرية اثنين في الأماكن الهامة في الطرقات العامة وطرقات المشاة وداخل البيوت وفي المزارع. الأقامت كل ما كان يعني ممكن أن يمر من فوقه بشر، لم يراعوا حتى الأطفال. اليوم أخي الكريم، نحن نعاني داخل القرى التي تم تحريرها من التلغيم داخل البيوت. الأسر النازحة لا يمكن أن ترجع إلى أماكنها ومنازلها إلا بعد نزول فرق نزع الألغام. وأيضا المفاوضات والهدن كان لها سبب كبير في تأخير المعارك. اليوم المعارك بعد أن رفضت الميليشيات ورقة المبعوث الأممي في الكويت ويعني وافقت عليها الشرعية ممثلة في وفد الحكومة ورفضتها تلك الميليشيات، ما كان من القوات الشرعية إلا أن توجهت إلى الميدان للحسم العسكري. نحن نمشي ويعني سنتحرك، وتحركنا ليس وليد اللحظة،
وليس منذ أن جاء ولد الشيخ. ساعد لك أخي عبد الله لنتعرف أيهم يتبع الآخر، هل المسار السياسي أو العسكري بالنسبة لكم في المقاومة الشعبية؟ لكن بعد أن أستأذنك بإشراك المحسن خصروف سيادة مدير دائرة التوجيه المعنوي، أهلا بك، ينضم إلينا من الرياض، أهلا بك. أهلا بكم سيادة اللواء. في نقطة تأخر الحسم في موضوع جبهة نهم، يقال أن هناك كثير من الدعم والاهتمام بجبهة نهم، لكن تثار دائما تساؤلات عن سبب البطء في هذه الجبهة. بالنسبة لكم أنتم في الجيش الوطني، ما هي نظرتكم وما ردكم على هذه التساؤلات؟ سمعنا لرد الأخ عبد الله الشندقي من قيادة المقاومة، يهمنا أن نستمع لرأيكم وردكم في نقطة أسباب تأخر الحسم في جبهة نهم، وهل تفعيل الجبهة الآن له علاقة بحالة التطور التي حصلت في المسار السياسي؟ شكرا لك، انا اكلمك من المأرب وليس من الرياض. يعني اذا من المأرب، تصحيح فقط للزملاء بالكنترول. فيما يتعلق بمساله الحسم، المساله ليست مرتبطه بظروف ذاتيه يعني، ولكنها ظروف موضوعيه خارج اطار الذات الوطنيه اليمنيه، ما يتعلق بمساله الاراده يعني. الجيش الوطني ومقاتليه يمتلكون القدره على حسم المعركه ماديا ومعنويا. مقاتلو الجيش الوطني لديهم من الخبرات ومن الإرادة ما يجعلهم قادرين على الحسم. هناك ظروف حقيقة تتعرض لها الدولة الشرعية، رئاسة الدولة، الحكومة، الجيش الوطني يتعرضون لضغوط شديدة من القوى الكبرى المتنفذة، الأربعة الكبار والخمسة الكبار على مستوى الأمم المتحدة، الدول الثمانية عشر الراعية أو كثير منها، كلهم يضغطوا في اتجاه منع حسم المعركة لصالح الشرعية. لابد أن يكون هذا واضحا، وأنا سأتكلم هنا بدون دبلوماسية وبدون تشبيهات أو كلام غير مباشر، مباشرة أقول لك أن الحسم بالنسبة للجيش الوطني أمر ممكن وأنه مقدور عليه، ولكن الضغوط الدولية الكبار، أمريكا، بريطانيا، فرنسا الكبار، روسيا، يعني يمارسون ضغطا شديدا ليس على طيب يمارسوا ضغوط سيادة اللواء، يمارسوا ضغوط، ما هي مبررات هذه الضغوط؟ يعني عندما يضغطوا الآن ويمنعوا التقدم، ما هي المبررات التي يسوقوها كتبرير لمنع التقدم؟ المبرر الرسمي او المعلن عنه هو انهم يريدون انهاء النزاع بصوره سلميه وعوده الامور الى نصابها بصوره شرعيه، ولكنهم في هذا تحت هذا العنوان يتقدمون بمشاريع لا تخدم العنوان، لا تؤدي الى استعاده الشرعيه واستعاده الاستقرار في اليمن. كان القرار 22/16 المبني على المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني واضح في محتوى يؤدي الى هذه الاهداف، ولكنهم بدلا من ان يضغطوا في اتجاه تنفيذ القرار 22/16 راحوا او صاروا يتماهون مع الانقلابيين بمشاريع استثنائيه تفرغ القرار 22/16 من محتوى وتؤدي الى شرعنه الانقلاب. في عناوين 22/16 تقديم بند وتاخير اخر ليس من شانه فقط ان يفرغ القرار محتوى، ولكن يشرعن للانقلاب، شانه شان هذه المبادره الاخيره التي تقول او يقول الشيخ احمد اسماعيل الشيخ احمد انه طيب نريد ان نتعرف. طيب سياده اللواء، اذا الضغوط الكبار المتحكمين واللاعبين الاساسيين في الموضوع اليمني ما زالت مستمره عليكم فيما يخص المسار العسكري. اهميه هذا التقدم أو المواجهات الحاصلة، ما الهدف من هذه المواجهات الحاصلة الآن في نهم إذا كانت الضغوط ما زالت مستمرة؟ هل فقط في إطار الدفاع أم هناك هدف حقيقي والشرعية حسمت أمرها بأنه لابد من تقوية موقفها من خلال الميدان؟ لو كنت أعطيتني فرصة كنا وصلنا إلى هذا. عزيزي، الجيش الوطني وربما هذه الآن قناعة الدولة بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بكل المحاولات السلمية أو بمعنى بصيغة أخرى،
بعد أن نجح الانقلابيون ببراعة في إفشال كل محاولات الحل السلمي. الجيش الوطني الآن عنده أو لديه قناعة بأن الحل ليس في مثل هذه إهدار الوقت وإهدار دماء الشهداء وإهدار الإمكانية المادية والبشرية للتغني، ولكنه في الحسم العسكري. الجيش الوطني عقد الحجم إن شاء الله على يحسم أمره في هذه المعركة. ما لم تحصل معجزة، ما لم ينسحب الانقلابيون، ما لم يعلنوا موقفا آخر مفاده الالتزام التام بالقرار 2216 وبعودة الشرعية. أما بالنسبة للجيش الوطني فأنا أقول لك أن العملية تمشي على قدم وساق، وأن النصر قادم إن شاء الله، وأن القدرة على الحسم متوفرة، وأن إرادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ولو أننا في مأرب لم يعد لدينا مقاومة شعبية، ولكن لدينا الجيش الوطني، مكونات المقاومة الشعبية في المنطقة العسكرية الثالثة على وجه الخصوص صارت جزء من بنية القوات المسلحة، سواء على مستوى القواعد أو على مستوى القيادة، وهذا شيء نعتز به، لأننا في القيادة المنطقة العسكرية الثالثة ورئاسة الأركان العامة نفذت قرار رئيس الجمهورية بدمج فصائل المقاومة في الجيش الوطني. لذلك العمل متكامل ومتناغم وبقدرة غير عادية، وتم إعداد هذه المجاميع بحيث أصبحت جزء من تنظيم من صلب تنظيم القوات المسلحة بقدرات عسكرية ووفق التقاليد والثقافة العسكرية الوطنية التي طبعا نسعى لأن تكون سائدة في مؤسسة. طيب سيادة اللواء، الكثير من الخبراء والمحللين عندما يعني يحللوا التطورات السياسية الأخيرة وموضوع المبادرة المقدمة وردود الفعل فيما يخص وجهة نظر الحكومة الشرعية بأنها شرعة الانقلاب، يقال أن هذا طبيعي أن يصبح أمر واقع وأن يفرض الحال بهذه الطريقة، لأنه لا تقدم في الميدان ولا تعديل في الميزان العسكري لأي من الأطراف، وبالتالي هناك يقال أنه ربما الحكومة الشرعية والجيش الوطني لم ينجزوا أي تقدم يقوي من موقفهم التفاوضي، وبالتالي طبيعي أن تكون رؤية الحل بهذه الطريقة الآن. هل يمكن فهم من حديثك الآن أن الحكومة الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي والجيش الوطني قرروا حسم الأمور من خلال المسار العسكري، وأنه حتى يعني إثبات تقوية موقفهم التفاوضي فيما بعد؟ سيادة اللواء، يبدو أننا فقدنا التواصل مع. أنا أسمعك، قطعت الدولة. تفضل. أنا تسمعني، أسمعك الآن، أنا أسمعك الآن. تفضل. يا عزيزي، يتركنا هؤلاء وشعننا فيما يتعلق بالأمر العسكري، ولهم منا الإنجاز التام، لهم منا أن يصل الجيش الوطني وأنصاره إلى صنعاء، ولهم منا أن يلتف أبناء إقليم عزال حول الشرعية، وأن لا تسفك نقطة دم إن شاء الله للوصول إلى صنعاء، وأن يكون وأننا نعدهم أيضا بأنهم سيرون سكان صنعاء ومحيط صنعاء وإقليم عزال كله منضوي في إطار الشرعية الوطنية الممثلة في الدولة الرئيس عبد الرب منصور هادي، والرمز الأكبر أو الأداء الوطني الكبرى لهذه الشرعية وهي الجيش الوطني. لا خوف أبدا في هذه الناحية، ولكن هم لم يتركونا لكي ننجز عملا وطنيا. هناك إشكالية إذن في التواصل. على العموم شكرا جزيلا للواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي كان معنا من مأرب. أعود مرة أخرى للأخ عبد الله الشندقي المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء. أخي عبد الله أهلا بك من جديد، استمعت إلى حديث سيادة اللواء محسن خصروف وكنت طرحت عليك نقطة موضوع أيهم بالنسبة لكم في المقاومة الشعبية يتبع الآخر، هل المسار السياسي أم العسكري، والتأثير ما حصل من تطورات سياسية بالنسبة لكم في معركة نهم كيف تنظرون إليه؟ مرحبا، أولا التحية للواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، والشكر على جهوده الجبارة يعني في هذا الإطار وإسناد الجيش الوطني وأيضا المقاومة الشعبية التي ستظل كمقاومة شعبية تسند الجيش الوطني، وإن يعني ضم كثير من أفراد المقاومة الشعبية الذين يرغبون في الالتحاق بالجيش الوطني، يتبقى القبائل فوق صنعاء
يعني لا زالوا منضويين تحت المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء كيعني جهة تسند الجيش الوطني ويعني تدخل تحت قيادة الجيش الوطني في المعارك صنعاء تسهم بما تستطيع. بالنسبة لسؤالك أخي الكريم، يعني نحن نراهن الآن على المسار العسكري. المسار السياسي، الدولة اليمنية متمثلة في القيادة السياسية والعسكرية أعطت الفرصة الكبيرة للحل السلمي، تنازلت عن الكثير من أجل تجنيب اليمن الدماء وحقن الدماء اليمنيين والوصول إلى حلول دبلوماسية وحلول سلمية، لكن الميليشيات أغلقت كل تلك الأبواب. فجنيف الأول وجنيف الثاني والكويت كانت كلها عبارة عن تنازلات قدمتها الحكومة ورغبة كبيرة في أن يكون الحل في أو أن يكون نعم الحل لهذه القضية بالحل السلمي، لكن هذه الميليشيات كلما قدمت الحكومة تنازل كلما زادت هذه الميليشيات عتوا ونفورا. في الأخير اتضح للحكومة اليمنية وللعالم أجمع ولنا كمقاومة شعبية أن هذه الميليشيات لا يمكن أن يعني توافق على حل سلمي. هذا واضح أخي عبد الله. طيب نعم. في موضوع ما الذي يمكن توقعه فيما يخص التطورات الميدانية بعد التطورات السياسية الحاصلة الآن؟ هل يمكن أن نتوقع تطورات مهمة في الميدان أم سنظل في نفس الدائرة السابقة، يعني سيطرة على بعض المواقع، تقدم من الأطراف من ثم عودة للحوثيين وهكذا؟ أخي الكريم، الذي أريد أن أقوله بأن الجيش الوطني، المقاومة الشعبية الشرعية قادرة على الحل العسكري والحسم العسكري. الآن أخي الكريم يجب أن تتوجه الدولة بكل مكوناتها بداية برئاسة الجمهورية ووصولا إلى الحكومة وإلى يعني قيادة السلطة المحافظة المحررة، الجميع قيادة الجيش الوطني قيادة المقاومة، يجب أن يكون التوجه الآن هو دعم الجبهة، الدعم المعنوي يعني التركيز الأكثر على الجبهة خاصة جبهة صنعاء، ليكون الحل هو الحسم العسكري. لدينا القدرة الكاملة كجيش وطني يسنده المقاومة الشعبية، لدي الجيش الوطني القدرة الكاملة والكافية للحل والحسم العسكري. نستطيع أن نكون خلال فترة وجيزة داخل صنعاء لدى الجيش والمقاومة القدرة الكاملة، فقط نريد أن تقتنع القيادة السياسية وهي الآن يعني تكاد تكون مقتنعة من خلال هروب هذه الميليشيات أن السلم يعني لا يمكن أن يكون مع هذه الميليشيات. شكرا جزيلا لك. خيار الحل العسكري، نحن نستطيع أن نطبق قرار 2216 ببندقية الجيش الوطني داخل صنعاء ونزع الأسلحة من أيادي هذه الميليشيات، لا بقرار 2216 التي ستطبقه الأمم المتحدة من خلال مماطلتها. شكرا جزيلا لك عبد الله الشندقي. شكرا جزيلا لك عبد الله الشندقي المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء. المعذرة منك للمقاطعة، لم يعد لدي سوى 5 دقائق نختم بها ما تبقى في هذه الحلقة من زوايا الحدث. ينضم إلينا من صنعاء الناشط الإعلامي والسياسي زيد الشليف. أهلا بك أستاذ زيد. أهلا وسهلا أستاذ زيد. بعين المراقب للأحداث وأنت قريب من الجبهة، كيف تقرأ سير المعارك؟ سيادة اللواء محسن خصروف والأخ عبد الله الشدقي يتحدثون عن أن الإرادة موجودة لكن هناك ربما ضغوط تمارس في جبهتهم تمنعهم من التقدم. بالنسبة لك أنت كيف تقرأ سير المعارك، وهل تعتقد أن هناك نية جادة للحسم في هذه الجبهة؟ أولا أشكركم على الاستضافة. المعارك تسير بخطة ثابتة وبخطط تم طرحها مسبقا، والتقدم جاري، ليس المعركة ليست متوقفة، لكن كما ذكرت سابقا في مقابلات سابقة أن المنطقة كبيرة جدا، مهما هذه ليست عبارة عن مديرية صغيرة أو عبارة عن قرية، بل هي مديرية بحجم محافظة في مساحتها وفي وعورة جبالها، وهي منطقة واسعة جدا تتسع بأكثر من 50 كيلومتر عرضا. فالتقدم جاري، لكن التقدم هذا ثمنه دماء وثمنه أرواح طاهرة زكية تسهى كل يوم، والتقدم هناك جبال عديدة تم السيطرة عليها في منطقتنا. لا نقول أن الجيش الوطني واقف، الجيش الوطني كان على بعد أكثر من 300 كيلومتر من صنعاء
اليوم لا يبعد لا يبعدهم عن صنعاء سوى 30 كيلو متر الآن من مواقع الجيش الوطني. والمقاومة الشعبية نرى صنعاء المساء وهي وأضواءها قد خفتت، الآن صرنا على مقربة من صنعاء، كل متر وكل يوم وكل جبل تسيطر على المقاومة الشعبية هو اقتراب من صنعاء واقتراب من الحزمة واقتراب من التحرير إن شاء الله سبحانه وتعالى. كيف تنظر لانعكاسات ما يحدث في المسار السياسي الآن على المعركة في نهم؟ هل يمكن أن تحدث فارق؟ الأبطال يلتفتون إلى الحلول السياسية لأنهم يعلمون جيدا أن الحوثي لا يلتزم أبدا بأي حلول أو بأي مبادرات أو بأي ولا يلتزم بأي شيء إطلاقا، ولنا تجارب سابقة مع الحوثيين في كل المبادرات التي طرحت وافقوا عليها ثم ينقضونها بأيديهم. لا حل الأبطال في الجبهات لا يأبهون لهذا الشيء، بل عيونهم على صنعاء بإذن الله وهم ماشون في طريقهم. وما يعمله السياسيون إن أتوا بحل يرضي هؤلاء الأبطال ويثمن دماء شهدائهم فبها ونعمت، ما لم فهم مواصلون في طريقهم، ولا يستطيع أحد أن يمنعهم من العودة إلى ديارهم وتحرير أرضهم ووطنهم وتحرير عاصمتهم بإذن الله. القرار السياسي الآن في الجبهات صحيح أن هناك ارتباط وثيق بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني والقيادة السياسية، لكن كما ذكرت أن المقاومون في الميدان لا يعطون أهمية كبيرة للحل السياسي، خاصة وهم يعلمون أن الحوثي وميليشيات لا يعطون إلا بالحل العسكري والحزم العسكري. صحيح أنهم لا يعطون أهمية للمسار السياسي، لكنهم في الأخير محكومين بما يقرر في من قبل السياسيين. ربما هناك قرارات أو توجيهات أحيانا توقف التقدم، لكن في الوقت الحالي هناك تقدم للمقاومة الشعبية، آخرها اليوم سيطروا على منطقة المبدعة ودخلوا منطقة الفرع، هناك تقدم طيب اليوم ومعركة شرسة حصلت فيه. أهمية هذه المواقع، أعتقد أن هناك كيف أهمية هذه المواقع التي تم السيطرة عليها اليوم، هل هي مهمة؟ هل ستغير من شيء في المعركة؟ نعم هي مهمة، هي تحيط بالجبل الذي ما زال الحوثيون يتمركزون فيه بين منطقة جبهة الميسرة وجبهة القلب وجبهة الميمنة. الآن المقاومة دخلت اليوم في منطقة استطاعت أن تحيط بهم من الجهتين، بقي لديهم إلا طريق واحد للفرار إذا لم يفروا، وقد رأينا كثير منهم وهم يفرون من مواقعهم في الأيام السابقة، فإن الجيش والمقاومة الشعبية سيحيطون بهم قريبا. لكن كما ذكرت لك أن المناطق هذه والجبال واسعة جدا جدا والتقدم جاري، لكن التقدم هذا لا يلحظه المشاهد ولا يلحظه المراقب لأنها مناطق بعض الجبال لا يوجد لها أي اسم. فالبعض يفكر أن وقوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هذه الفترة الطويلة في مديريتنا ربما هو الأسباب، أو والبعض يذهب هنا وهناك، لكن هناك تقدم وهناك بإذن الله خطوات قادمة للتقدم، ولا أعتقد أن هناك أي عوائق إلا هي عوائق عسكرية أمامهم مثل الألغام وغيرها. شكرا جزيلا لك زيد الشليف الناشط الإعلامي السياسي، كنت معنا من صنعاء، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث، اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، وعبد الله الشندقي المتحدث باسم مقاومة صنعاء. تحية طاقم هذه الحلقة من زوايا الحدث ومعدها ماهر أبو المجد، في أمان الله.